بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون بارد الصبح بدري ولطيف بالنهار على شمال البلاد ولحد شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، وفي كمان شبورة مائية الصبح بدري على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. كمان في فرص لأمطار متوسطة وقد تكون غزيرة ورعدية أحياناً على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. مرحب بيكي، وخلينا نتكلم عن حالة الطقس النهاردة، خصوصا أن احنا مستمرين في انخفاض درجات الحرارة، الأمطار متباينة من منطقة للتانية، خفيفة ومتوسطة وكمان رعدية، وكمان عاوزين نطمن على النوة في اسكندرية واصلة لحد فين دلوقتي؟ بالفعل هي لسه محافظة الأسكندرية ويمكن سواحلنا الشمالية بتتعرض لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، المنخفض ده مع كمان كتل هوائية شمالية رطبة من على البحر المتوسط، فهيستمر عليها فرص تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية، وطبعا هيستمر عليها فرص تساقط الأمطار ما بين المتوسط إلى الغزير والرعدي أحيانا على أغلب المحافظات الموجودة في سواحلنا الغربية وشمال الوجه البحري، مرورا طبعا بمطروح والأسكندرية كمان محافظات شمال الوجه البحري زي البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، بعض المناطق كمان من دمياط. المناطق دي هي اليوم اللي معرضة لسقوط أمطار المتفاوت الشدة، وبيختلف طبعا من محافظة لمحافظة، وهيكون على فترات متقطعة من اليوم. لكن باقي قطاعات الجمهورية هيكون فيها طبعا تلاشي فرص سقوط الأمطار، هيكون فيها زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، تعتبر درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها خلال هذا الوقت من العام أو كمان يمكن أعلى من المعدلات بحوالي درجة. فالأجواء خلال فترة النهار على أغلب محافظات الجمهورية هنحس بيها أجواء معتدلة ولطيفة تماما، خاصة في المحافظات الشمالية مرورا بالسواحل الشمالية الوجه البحري القاهرة الكبرى حتى محافظات شمال الصعيد. أيضا الأجواء هتكون أجواء مائلة للدفء على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء ده خلال فترات النهار، خاصة أن سطوع أشعة الشمس ده بيخلينا نحس بالاستقرار والتحسن في الأحوال الجوية، لكن مع غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل يمكن كمان بيبدأ من ساعات المغرب تبدأ درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ، خاصة في ساعات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر الأجواء بتكون أجواء من باردة إلى شديدة البرودة على أغلب أنحاء الجمهورية، بالإضافة كمان أن هيستمر اليوم تكون الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وكانت بدأت تتكون في فترات الصباح الباكر ساعة بالكثير وهتبدأ تتلاشى الشبورة المائية من على أغلب الطرق. يمكن هي شبورة مائية مش كثيفة زي الأيام اللي فاتت بسبب طبعا وجود نشاط للرياح ما بيساعدش بشكل كبير على تكون الشبورة المائية، بالإضافة كمان أن متوقع اليوم يكون في نشاط نسبي للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية. نشاط الرياح خلال فترة النهار هيخلينا نحس بالأجواء الشتوية وانخفاض درجات الحرارة، ومتوقع خلال الأيام القادمة استمرار تأثر السواحل الشمالية للبلاد بالمنخفض الجوي، فاستمرار فرص سقوط الأمطار على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وبعض المناطق من محافظات الوجه البحري مع طبعا استمرار انخفاض درجات الحرارة. فمهم جدا، نصيحة مهمة خلال الفترة دي ان احنا لازم نتابع النشرات الجوية بصورة يومية، لان احنا دايما بنحدث النشرات بصورة يومية، دايما نعرف الحالة الجوية قبل ما نخرج من البيت ونعرف نتعامل مع اي ظروف جوية مختلفة. نشكرك في النهاية، شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، واللي هنبدأها بالقاهرة اللي العظمى فيها 19 والصغرى 12، العاصمة الإدارية 19-11، اسكندرية 19-12، العالمين الجديدة 17-12، مطروح 17-11، دمياط 20-13، بورسعيد 19-11، الإسماعيلية 20-11، السويس العظمى فيها 19 والصغرى 11، العريش 19-10، كاترين 15-1، طابة 22-11، حلايب 22-15، شلاتين 25-17، شرم الشيخ 23-12، الغردقة 22-12، الفيوم العظمى فيها 18 والصغرى 8، بني سويف 18-8،
الوادي الجديد 23/6، أسيوط 20/7، سوهاج 21/9، قنا 22/9، الأقصر 22/8، وأخيرا أسوان العظمى فيها 22 والصغرى 10. ودلوقتي احنا تابعنا درجات الحرارة المتوقعة وعرفنا حالة الجو النهاردة عاملة ازاي. ناخد بالنا ان في أمطار هتبقى مختلفة على حسب المنطقة أو المحافظة، من خفيفة المتوسطة وساعات بتكون رعدية كمان. ناخد بالنا كمان ان في شبورة مائية بتكون الصبح بدري أو بالليل متأخر، ونلتزم بالتعليمات المرورية عشان توصلوا أماكنكم بألف سلامة. نرجع مرة تانية لأحمد وجمانة نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا لك.